تلك مواجهة بين بوتينغ ولد العام. تصوروا معي أو أكيد عشاق البايرن يعني في كرة ممتازة وصلت لميلر والله الكندي ألفونسو ديفيس يرجع سميدو للخلف للجهة اليمنى روبرتو بابا خطيرة والله يا ميلر على الجهة اليسرى لم يكن في وضع التسلل الكرواتي دخل خلونا من قد وقد وقد واعتقد وربما يعني ست دقائق لعبنا لحد الان ثم الانطلاقه من سيمينو والتغطيه دي دخل كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول ودافيد ارابا يسجل للبارسا على البايرن انطلق جوردي البا ودافيد ارابا في البايرن يجبان هناك هنا هناك من يعبث في البايرن زمان منذ 5 سنوات ميسي فعلها بالعملاق بوتينغ وهذه المرة جوردي ألبا يفعلها دافيد ألابا ولو انه على الجهة اليمنى يرفع كرة خطيرة سيميدو راح سيميدو بابا خطيرة وكول ممتازة راح جنابري راح جنابري جنابري وسيميدو من امام جنابري يتفوق من جنابري هاي المتعة ودافيد ألابا هناك خطا الكره البعيده والتغطيه من بيكي ترجع مع ديفيز يستلمها ديفيد كيميش ينفذ الركنيه القائم الاول لانه عندما تلعب مباراتين اكيد ترفع الكره الراسيه وكذلك جدا وخطيره سميدو بتسلل فيدال وبالتالي دافيد ألابا الدفع العالي من لاعبي برشلونه الكره البعيده من دافيد أرتورو ميدال من هنالك في خطا السيد الحكم وراح ليفاندوفسكي وبيكي خسر نقاط القوة عند البايرن والبايرن ليفاندوفسكي والكرة في الركنية الضغط العالي متبادل تسترجع من هنالك عن طريق غورايتسكا استرجع من كيميش بالراس من غورايتسكا ولكن ليك نابري من هنالك استلمها يرجع للركنية يراقب كورتو يرفعها عالية الراسية وبيكي فسيكون رد فعله في النهاية الكرة مرفوعة تيرشتيجن بعيدة تماما في اتجاه سيميدو واحد من الحلول سيميدو ليو تخلي الورا ليو ضاع ليو ضاع ليو اول جول اول جول اول جول اول جول التسديدة روبرتو جنابري اختفى وسرقها وانطلق يا سيميدو يا سيرجيو روبرتو اختفى جنابري ومرر على يسرى لفريتشيتشو جول يمنى ليفاندوفسكي بالراس والتغطيه من لونجلي في الفتره البعيده الكره بعيده 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 يا جوردي لمست يد الحكم خلى اللعب يبحث عن ميسي وسيرجيو روبرتو السيراوه يرفع كره خطيره على الجهه اليمنى سيرجيو روبرتو سيرجيو كيميش لتياغو الكنطرة أنجلي موجود ميسي في الركنية يرفع القائم الأول كول بيريتشيتش يا جول راح جنابري جنابري بالله عليكم مع هذا بايرن بايرن نعم بايرن بايرن بالثلاثة يضربون البارسا بعد 27 دقيقة لعب يا له من بايرن ويا له من بافارين ويا له من المان ويا له من سيناريو 3-1 يا سيتيان من هنا مباشرة على دارك إذا خرج برشلونة وبالشكل هذا 3-1 يا لونجلي لعبة ثنائية ولا أروع بين كنالتي سبق الهدف والكارثة ميسي يجده في الوسط ميسي زوج لاعبين فوق عليه هذا هو البصة يا بوسكيتس من حسن كيف يشرف على الكرة بالراس وطوالي الكرة البعيدة ليفاندوفسكي بالراس يتفوق ما زالت عند كيميش كيميش الرابع يا سيتيان لازم الآن تخرج من أرضية الميدان بالأربعة ضربوك البايرن في
فريق صغير نعم هكذا كيميش هو لوكو دوري ميسي في الوسط لم يقدر في خطا يصبر حق بايرن فقط حتى ولو كان منتخب المانيا وغورايتشكا بابا جوردي ألبا مثل ما جاءت ناحية سواريز والكرة تروح في الركنية أعتقد بأنه مستحيل ميسي نفذ الركنية الرأس من هنا لإيمانويل نوير دافيد ألابا كرة سيرجي سواريز في خطا نعم بعد هذا التدخل توماس ميلر في عدد المباريات اللي لعبها كيميش لمسه ديال بلا من هنالك ليفاندوفسكي مازال ليفاندوفسكي كره بعيده وسهله لمانويل نوير مع ميسي مازال يبحث من هنالك عن جوردي ألبا حق جورو فيدال يلعبها لفرينكي ديونغ بوسكيت في الوسط يلعبها في اتجاه سيرجي روبرتو ميلر فينيشين امام بيكي جنابري حاول يمر وليميدو سواريز ومانويل نوير لاعب قبل الحارس نحن لاعب يلعب رجله قبل كيميش وميلر والتفوق من ارتورو فيدال مباراة في نفس الكيفيه انطلق فرينكي ديون سواريز والبدن جنابري ما زال عنده الكره الان سواريز وغوريتسكا يتمكن منه سيرجي روبرتو وسواريز تقدير البارسا ليس بيد بيد او بارجل فريق البايرن وما زالت الشراسه مستمره وروبرتو ليفاندوفسكي من جهه مقابله البارسا تصبح مثل مر ما زال ليفا ما زال عنده الكره الان كره هائله تغطيه من سيميدو من هنالك البعد عن فيريشيتش فيريشيتش وخروج موفق من كاس من ما زال وما زال يزيد وما زال مرات